هذا المهر المشارك في هذه الفئة، الفئة الثالثة، العمر 3 سنوات. أول النتائج الواصلة عندنا مع الفئة الثالثة كما ذكرنا حجاز الخوالد بمعدل من قبل لجنة التحكيم 85.67، 85.67 في هذه الفئة كما ذكرنا. ونذكر أعزائي الحضور بأن النتيجة تأتي أمام اللوحة الإلكترونية الموجودة في ساحة العرض لمتابعة النتيجة من قبل اللجنة المنظمة أو اللجنة التحكيم في هذه الفئة، الفئة الأمهار مع كلاس 3 أو الفئة الثالثة والعمر 3 سنوات. Now on the arena show, we can see the colt number 41 from class 3, the 3-year-old colt. And now with the result for the colt number 40, BH Shaheen. In type has received 18, 19, 18. Head and neck, 18, 18, 18. Body and top line, 18, 18, 17. Legs, 16, 16, 15. While in movement has received 19, 19, 19. In total, BH Shaheen has received 88.67. نعم، هذه النتيجة بالنسبة للمهر رقم 40 بي اتش شاهين حقق نتيجة وقدرها 88.67 من خلال التصنيف أو من خلال النوع 18-19-18 ومن خلال الرأس والعنق 18-18-18 والجسم والانسياب 18-18-17 وبالإضافة إلى القوائم 16-16-15 والحركة 19-19-19 ومعدل وقدره 88.67 88.67 ما شاء الله. هذه النتيجة الطيبة.